كيف يجمع بين حكم البدعة وبين قول عمر رضي الله عنه لما رأى الصحابة يصلون قال نعمة البدعة هذه؟ الجواب بأن البدعة المذمومة شرعا هي المحدث في الدين. أما الذي عناه عمر فمعناه ما تجدد لهم من الاجتماع على صلاة التراويح، لأنهم كانوا يصلون أفجادا، والاجتماع على صلاة التراويح وقع في عهد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وقع، ولكنه صلى ليالي. هذه المقولة من عمر لو فهمنا سبب قولها ومناسبة قولها لم يرد عندنا إشكال، ولهذا متى قال عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه؟ هذا السؤال مهم، متى قال عمر رضي الله عنه هذه الكلمة نعمة البدعة هذه؟ متى قالها؟ هل قالها عقب أمر ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل قالها عقب عمل ليس عليه أمر الرسول؟ أو أنه قالها عقب عمل عليه أمر الرسول؟ عمر بن الخطاب قال هذه الكلمة عندما جمع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد، وجدهم يصلون أوزاعا فجمعهم على إمام واحد، فلما رأهم على هذه الهيئة قال نعمة البدعة هذا. اجتماع الناس في صلاة التراويح على إمام واحد هل هو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بالناس التراويح، صلى في المسجد وصلى خلفه أقوام، ثم زاد العدد، ثم زاد العدد في اليوم الثالث، ثم بعد ذلك لم يخرج عليه الصلاة والسلام، اجتمعوا ينتظرونه في المسجد ولم يخرج، وعلل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام خشيت أن يفترض عليكم، خشيت أن يفترض عليكم. في زمن عمر رضي الله عنه هل يخشى أن يفترض عليهم الحج؟ لا لا لا، لم تبقى هذه الخشية، فجمع الناس فلم يجمعهم على بدعة، جمعهم على سنة، سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها الناس منه وصلى وراءه عليه الصلاة والسلام. فقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذا لم يرد بالبدعة هنا البدعة بمعناها الشرعي وهو الإحداث في الدين ما ليس منه، لأنه لم يحدث في الدين ما ليس منه، وإنما أراد رضي الله عنه وأرضاه البدعة بمعناها اللغوي، أي أنه هذا أمر بديع وأمر جميل وأمر حسن وأمر طيب. إن هذا في الحقيقة إحياء للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس التراويح جماعة 3 ليالي أو ليلتين، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج لهم، ثم بين المانع الذي منعه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض علينا صلاة التراويح فلم يخرج. إذن سن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة، لكن منعه من الاستمرار مانع وهو الرفق بالأمة، خشي أن تفرض صلاة التراويح على الأمة وأن لا تطيق الأمة ذلك. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم خلفه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ورأى الناس يصلون أوزاعا، جمعهم على أبي رضي الله عنه، فلما رآهم خرج يوما ورآهم وهم هكذا يصلون خلف إمام واحد قال نعم البدعة هذه. فالمقصود هنا بالبدعة الأمر الجديد، يعني بدعة لغوية، أو أن مراد عمر رضي الله عنه بقوله البدعة الجديد بالنسبة للناس ما ألفه الناس، وإلا فقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد التراويح أليس كذلك؟ جمع الناس على إمام واحد، هذا اللي يقصده عمر، وهذه ما هي بدعة، هذه سنة الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، صلى بالناس 3 ليالي أو 4 ليالي ثم
إنه امتنع من ذلك خشية أن تفرض عليهم رحمة بهم. وهي واضح أن عمر أراد أن هذه لما نسجت هذه أو لما تركت هذه السنة وهي الاجتماع على إمام في قيام رمضان تركت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر ثم أعيدت، فهي بدعة باعتبار أنها تركت قبل ذلك. فكيف يأتي إنسان بعد هذا وينشئ أمورا من الدين أمورا ليست من الدين ثم يقول فيها هذه المقولة نعمة البدعة هذه؟